السلام عليكم، شو راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا هنيين، تكونوا بصحة جيدة. الصحة وراحة البال هي الأساس البنات. كالعادة فيديو جديد مع روتين جديد مع وصفة جديدة، ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم، ان شاء الله ندخل دياركم بالربح والهنا يا ربي. نقول لكم نحبكم بزاف، وما تنساونيش البنات بالجام بالجام يا بنات، غير تدخلوا ديروا الجام، هذاك هو اللي ينفع الفيديو. كما قلت لكم وصفات جديدة خفيفة اقتصادية سهلة وروتين خفيف، وحبيت اليوم نرافق هذا الروتين بواحد الكلام كيفاش نتعاملوا مع بناتنا المراهقات، يعني الطفلة كي تبداها المراهقة كيفاش نتعاملوا معها. انا الطفلة نقدر نقول لكم عليها، بصح الولد ما نقدرش نحكي لكم عليه، وانتم على بالكم. عندي غير البنات، هذه هي البنات، هذا واش نقدر نفيدكم. بسم الله نبداو ونصليو على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبداو الفيديو تاعنا على بركة الله. الفيديو تاع اليوم شوفوا البنات، راني نوري لكم في هذا الورد، هذا تاع الخريف، هذا الورد يتفتح غير في الخريف، ما فهمتش علاش تفتح لي في اوت. يعني عوايدو مال في سبتمبر يتفتح. البنات اللي وقت الطوماطيشه الطويله هذه شحال تعجبني وشحال بنينه وشحال مليحه هايله، سورتو لي ماج تاعها، يعني في الوقت تاعها لا سيزون تاعها نولي نشريها غير هي، وتجي ملحمه من الداخل، ما فيهاش يعني زريعه بزاف، وما فيهاش تجي مليحه. حبيت نرحيها معاكم نوجدها هكذا، مادام راهي رخيصه، راهي دير ما بين 4000 وحتى تلحق حتى 6500. انا في المارشي دي فونسي بها 6500، وعلى برا هذوك الكوامن يبيعوها 4000 4500 هكذا، حتى يعني البلافون تاعها 6500. كيما شتوني شيت كميه مليحه، يعني شللتها مليح جوج خطرات ولا ثلاثه، نشلوها مليح مليح، ومن بعدها نقيوها كيما راكو تشوفوا هكذا عشوائي. نحبوا نقطع الحبه على زوج، ما هذيك الصره ديالها وما نحيلهاش، وشنو نحيلها الضرابي ديالها اللي وين تكون مسوسه، سي نورمال ما نطيبوهمش هكذا، باش ما تخسرناش طوماطيش تشد معانا كيما يقولوا ضاين معانا وقت طويل. البنات، وحبيت نعطيكم واحد الاستيس في هاد الطوماطيش. الطوماطيش دائما كي نديروا صوص طوماط دائما نزيدوا معاها السكر باش يقتل لها الحموضه ديالها. اشوفوا البنات، انا السكر ما نحبش نخدم به بزاف، نيفيتيه. واش درت بحبه بطرف بطرف كيما نعرفوه حلو وما فيه حتى ضرر، يعني والذوق ديالو جاي في الحلاوه هكا، ينقصنا لاسيد ديال الطوماطيش، ونيفيتيو كيما يقولوا هذاك السكر اللي راهو اصطناعي ما راهوش طبيعي. كيما شفتوني البنات درت حبه معها تاع بيطراف وشويه ملح وشويه زيت، ودرتها في الكوكوطه، حاجه ثقيله احسن، يستحسن تكون حاجه ثقيله، ونديروها طيب في غردها في غردها حتى طيبنا هذيك الحبه تاع البيطراف وتنقص الماء كامل، تنشف من الماء ديالها. بعدها باش نبداو نميكسيوها نصفيوها في الكسكاس، ونديروها في الكونجيلاتور تشد معانا حتى العام الجاي هكا برك، باش نديرو كي نكونجليوها نكونجليوها في بلارات يكونوا تاع كونجيلاتور، ماشي تاع البلارات اللي ما يدخلوش الكونجيلاتور هكا، باش نيفيتيو المواد الحافظه، باش ما المواد السامه هذوك اللي يكونوا في النيلون هكذا. البنات دوكا نبداو نهضروا على البنات هكذا، يا الطفله باش تخرج لك طفله مربيه وطفله يعني عندها ثقه في نفسها وعندها شخصيه تاعها قويه. البنات ماشي في نهار وليله، التربيه تكون من الصغر، نولفوهم ولادنا على واش نعودوهم، هذه هي، وعلى واش نربوهم. سورتو العاده تلعب دور كبير في حياتنا. الطفله ملي تكون صغيره نعلموها هاد الحاجه، ايه هاد الحاجه، لا لا كاين لي برينسيپ، كاين حدود ما لازمش نتعداوهم، كاين خط احمر ما لازمش ندناو ليه، وهي هكذا. الطفله الصغيره دائما نعلموها، باش نعلموها كي تكون صغيره صغيره. انا بناتي شوفوا ملي يزيدوا وانا نهضر معاهم، قولها منال سر يماك وين يتخبى، دير لي في قلبها، قولها منال هاد الهضره ما نعاودوهاش، هضره تاع الدار ما نعاودوهاش لبرا، الهضره تاع السر تاع الدار يقعد في الدار، سوا سر ولا ماشي سر، الاشياء اللي تاع الدار تقعد لداخل الدار. ومن بعدها يبداو يكبروا بناتنا 3 سنين 4 سنين، نبداو نعلموهم في الاشياء اللي قال عليها ربي سبحانه. يعني هي التربيه تاع الطفله خفيفه وفيها بركه وفيها رحمه، بصح بناتنا لازم نوقفوا عليهم، سورتو المخالطه كي تلحقها المراهقه ديالها ما تاثرش فيها، واش ياثر فيها ما ياثر فيها حتى شي، باسكو علاش تكون عندها باز
تاع الصح، تكون عندها يعني قاعده تربات على هذيك المبادئ ما تقدرش تبدلهم. والطفله اللي عندها باباها ويماها واقفين عليها ما نظنش تخرج طريق، حتى ولا طلت تعاود تولي بالخف، ما تكملش في الطريق اللي ماشي مليحه. هذه هي تجربتي البنات، راني نهضر لكم بالنسبه ليا انا واش كاين واش نعرف في حياتي، ويعني كل واحد ونظره ديالو للحياه. طفله واش تحب؟ تحب تشكريها، تحب تقولها انت شابه انت شاطره انت مليحه، شكري بنتك على قد ما قدرتي وما تخوفيهاش من التصرفات ديالك. شوف اسمحوا لي البنات ديك نقطع الكلام باش باسكو واحد المشتركه قالت لي كيفاش نحي الصوت تاع الماشينه لافي. شوفوا البنات تبعي الفيديو تفهمي كيفاش راني حنحي الصوت هكذا، يعني نحيت حبيت نحيت حبيت عاودي ترجعيه. انا هاي ليك الماشينه ديالي، وريت لكم كامل البروغرام اللي فيها باش تعرفي لا ماشينتك كيما ديالي ولا لا. هكذا اختي العزيزه وتبعي وشوفي هكذا ونكمل دوكا كلامي. الطفله لازم ما تعلميهاش تخافك، تعلميها تسرك باش كي تغلط غلطات صغار في الدار ولا حاجه ما تسوغيش عليها وما تضربيهاش، ما تخلعيهاش حتى ولاد كنتي مدهوشه من داك التصرف، ما تخلعيهاش بالعياط وما تخلعيهاش بالتصرف ديالك القاسي. دائما ايه بنتي ارواحي غلطتي، ماشي هكا يا بنتي العزيزه، هاوش لازم ديري هاوش لازم ديري، هاو لازم كيفاش تصرفي لازم كيفاش ديري، ما لازمش تخلعيها باش في الوقت اللي تكبر فيه ما تخبي عليك والو، حتى ولو غلطت ما تخبيش عليك وتحكي للناس لبرا، ما تحكي لكش ليك انتيا، تحكي لك ليك انتيا وما تحكيش للناس لبرا. وعلاش؟ باسكو عندها الثقه باللي يماها توقف معاها في السراء والضراء. صدقوني غير نعلم بناتي نقول لهم وقفوا مع بعضاكم ظالما او مظلومه. وعلاش؟ قولهم وقفوا حتى ولا كانت اختك ما على باليش واش تكون، توقفي معاها ظالمه ولا مظلومه، لا كانت ظالمه ترجعي الحق للناس ولا كانت مظلومه توقفي مع اختك حتى تجيبي لها حقها. وهذه هي علموهم يتحبوا في بعضاهم، ما يتغيروش، ما تعلموهمش الغيره. ما باش نعلموهم الغيره؟ نعلموهم بالتصرفات ديالنا، اختك خير منك، شابة عليك، طويلة عليك، قصيرة عليك، بيضة عليك، لا لا، ما نعلموش هكذاك، ما نقولوش هذا الكلام قدام بناتنا حتى يولوا يتفرقوا، نفرقوا نفوسهم، يتفرقوا يولوا يحقدوا على بعضاهم، يكبروا يكبروا متفرقين، اختي، اختي صغيرة عليا تكرهني وتغير مني، اختي كبيرة عليا تحقد عليا، وعلاش لينا هكذا؟ لا لا، نربوا بناتنا من الصغر، نعلموهم يكونوا خواتات. ونقول لهم يا بناتي انتم حزمه وحده تولوا راجل قوي، واحد ما يغلق واحد ما يغلبكم، وكي تتفرقوا تقعدوا وليات اللي يجي يحقركم. صدقوني غير هذا هو الكلام اللي نقوله لهم، سوقتو كي عندي غير البنات ما نكذبش عليكم، كي ما يهربوش ليا انا لمن يهربوا. وتاني توش كاين تحافظوا على سر بناتكم، ما تحكيني لاختك ني ليماك ني لجداك ني لعمك ني صاحبتك ني حتى الواحد. بنتي دارت حاجه نخبي عليها ونستر عليها، ماشي نخبي عليها باش نبعتها الحاجه ماشي مليحه، لا لا، ما نفضحش بنتي، ما نفضحهاش، على بالكمش الدنيا هذه واش كاين فيها للقدام، ما نفضحوش ولادنا، نخبوا عليهم ونسروهم. و والصلاه البنات، الصلاه الصلاه ولازم نعلموهم الصلاه، الصلاه لازم يكونوا يصلوا، ما كاش منها واحد يكون ناجح بلا ما يكون عنده الانضباط في الصلاه، هذه ما كاش منها منعا باتا. وشنو ثاني؟ المرافقه مع ولادكم بالمسيد، انا شوفوا بناتي نديهم ونجيبهم، ما نحبش يخلطوا لي ناس واحد اخرين، يحب يقعدوا معايا انا نمشي ونحكي معاهم، يرفضوا عقليتي ما يرفضوا عقليه حتى واحد، يعني هو ماشي راضين عقليتي في الحقيقه، كل واحد وعقليته. مي بصح الحمد لله نحمد ربي ونبوس يدي وتوقفه كيما يقولوا، لي ربي رزقني ببنات عاقلين، الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا. ومشي قاعده اللي نديروها نقولوا واحد مليح يجيب دراري ملاح، ولا واحد مشي مليح يجيب دراري مشي ملاح، ما كاش منها. كاين يعني لي زيكزومبل قدامنا بزاف تاع ناس ماشي ملاح، ناس سكرجيه وربي يهديهم وجابوا دراري ما شاء الله ما شاء الله، عبره يعني كيما يقولوا قدوه، قدوه يقتدوا بهم الناس. وكاين ناس كيما يقولوا من الجامع ما يخرجوش، خرجوا لهم ولادهم، لا اله الا الله محمد الله محمد رسول الله، يعني مانيش نهضر على الناس، مي هذه هي الله المستعان، الله المستعان، كل واحد واش كتب له ربي سبحانه، وكل واحد واش يعني القدر ديالو في هذه الحياه، ونرضاو بواش كتب لنا ربي وبقسمتنا، والحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا يليق بعظمته وبجلالته، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله يا ربي. وهذه هي البنات واش حبيت نقول لكم، يعني عندي كلام بزاف باش ما نطولش عليكم وما نجيش صامته، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم.
وان شاء الله نكون فدتكم بعض الشيء. هذه هي البنات، وشوفوا الكاطو ديالي كيفاش خرج، ما شاء الله بزاف بنين البنات، هايل هايل هايل، خفيف، انا نحبه هو والطابع. وكانت عندي خرجه البنات، كان عندي عشاء، كنت رايحه ويعني صورت وجدت لكم وقلت لكم شوفوا واش راني خارجه. بعدها ما رحت، رحت يعني بصح وشنو ما لبستش هذه اللبسه، ما رحتش بهذه اللبسه يعني خليتها. وهذه هي البنات، ورحت زرت الاهل تاع الزوج ديالي في ولايه البليده، وكانت حفله ما شاء الله، سهره هايله، سهره عفويه، سهره تاع ناس بساطه، ناس قلوبهم بيضاء، ناس نحبهم بزاف، لا فامي تاع بابا يعني، انا الزوج ديالي في العائله تاع بابا، لا فامي ميطالي نشكرهم كامل كامل كامل، لا فامي ميطالي تاع ولايه بليده نشكرهم من الصغير للكبير، يعني من الصغير للكبير، من مروه تاع عمي الكبيره. وهذه اللي نقول لكم ناس فرجه ممتعه، وعيد ميلاد سعيد للاولاد، وفرجه ممتعه. باي باي للناس، خلوا في الجنب الاشتراك. دير